قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مين بيشتغل معاه ومين ما بيشتغلش؟ بصي، أنا عايز أقولك إن الرئيس وحده متحمل عبء كبير جدا على كتافه، وده يبان في الاجتماعات اللي بتتم. أنا ما شفتش رئيس الجمهورية بيعمل حجم الاجتماعات اللي بيتم ده في العصر الحديث، كل يوم اجتماعين ثلاثة، يوم الجمعة ينزل في الشوارع يمر ويشوف الدنيا ماشية ازاي، كل يوم افتتاح مشروع من هنا أو هنا أو هنا أو زيارة هنا أو متابعة الملف القضية الفلسطينية أو غيره أو غيره، وكل تحديات الأمن القومي بيبذل مجهود غير عادي، مهموم بالبلد بشكل غير عادي، وده الكلام الحقيقي اللي اتقال. سيبك في اوضاع صعبه ومش عجباني ومش عاجبه حد، والكهرباء وكل الحاجات دي معاكي، بس في راجل بيشتغل وعاوز يشتغل. مين بيشتغل معاه ومين ما بيشتغلش معاه؟ كل اللي بينتج بيشتغل، كل اللي بيراعي ضميره بيشتغل، كل اللي بيحل مشاكل الناس بيشتغل. طيب، والاخرين اللي ما بيشتغلوش دول باين. سياده الرئيس بيطلع بيقول لبعض الوزراء او بيقول للحكومه ما تطلعوا تتكلموا، وانتم ما بتتكلموش ليه؟ ما تطلعوا تتكلموا، اطلعوا قولوا، اطلعوا اشرحوا للناس. على فكره ده مش اول مره يقولها، ده قالها قبل كده كذا مره. يا جماعه اطلعوا وتكلموا، ما بيطلعوش يتكلموا ليه؟ قولوا للناس كلام معقول. طب ما بيطلعوش يتكلموا ليه؟ انا بستغرب، يعني في وزراء بيطلعوا بيتكلموا، وزير الماليه مثلا بيتكلم، وزير النقل بيتنقل، في وزراء بيتكلموا، لكن في اخرين اطلع يا سيادة وزير الكهرباء قول لنا ايه الموضوع، احنا عايزين نعرف، دي حاجة متعلقة بحياتنا وبيوتنا. طيب الناس واولادنا اللي في الثانوية العامة، قول لنا ليه ثلاث ساعات مش قادرين تحل مشكلة انت وزير البترول؟ قولوا الناس البترول بيديها لك بسعر اقل. طب فين يعني الناس برضو من حقها تساؤلات، لما تطلع انت وتشرح للوطن وتفهمني قد اقبل وقد اتحمل. طب هما لما ما بيشرحوش، في ناس بره بتشرح، خلي بالك. طبعا في ناس بره بالاتجاه المعاكس، بالاتجاه المعاكس بيطلع. صحيح. يقول اللي هو عايزه. ما انت لما تبقى انت هنا عندك في خانه فاضيه كده كده هتتملي. طبعًا. الخانه دي طبعا، بس هتتملي بشكل معادي معادي، ومش هيعجب. عندك حق. لا لازم نطلع، المسؤوليه لازم نطلع. المسؤوليه مش مسؤوليه رئيس الجمهوريه اولا، نمره واحد. هل في خوف؟ لازم بصي في حتة لازم تتحمل المسؤوليه. الاعلام ده لازم يتحمل المسؤوليه. فين الاعلام؟ المجلس النواب لازم يتحمل المسؤوليه. هنروح لمجلس النواب والاعلام دلوقتي، ولكن الاول انا عايزه ملف الكهرباء ده ملف مهم. مش هننكر ان الناس تعبت، والناس خلاص الموضوع الكهرباء ده بقى تقيل عليها قوي ومش قادره تستحمله، وبقى عبء كبير جدا عليها. احنا عندنا امتحانات ثانويه عامه، واحنا في الصيف والجو حر جدا، واكيد بعد قطع الكهرباء دي هيحصل حوادث. في حوادث هتحصل بسبب قطع الكهرباء، وفي مشاكل كتير هتحصل بسبب قطع الكهرباء. هو المحل ليه صعب؟ بص يا فندم، يعني طبعا في ازمه في الغاز، أزمة مشكلة في الغاز، رغم إن احنا يعني 60% من الغاز بيذهب من الكهرباء. ويمكن وزارة البترول بتدي مليون وحدة غاز لوزارة الكهرباء ب 3 دولار، رغم إن سعرها اللي بتبيع بيه 4.5 دولار. فبتحاول تعمل نوع من التوازن. اتنين، احنا عملنا كمان ما يسمى بالطاقة المتجددة أو الطاقة الجديدة اللي موجودة في مناطق كثيرة جدا. واحنا عندنا مكن وعندنا محطات تشغل وتصدر لبره، بس المشكله في المازوت، المشكله في الغاز، دي المشكله. هي الاساس ان احنا في ظرف صعب، ما بنقدرش نستورد اكتر من لازم، العمله الصعبه. طيب.